احوالكم طيبه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد، ضروري مره نهار يومين نحط لكم شي فيديو، نقلب على شي فكره زوينه هكا زعما نبدلوا شويه هذوك لي فيديو من الكوزينه اللبس كلشي كلشي كلشي. اليوم ان شاء الله غنوريكم جليلبات اللي كتصايبت لاختي، وماشي مؤخرا مي في هذا البيريود نقول لكم هذا العام هذا. عندي ثلاثه ديال الشكال ديال الجلالب، كل وحده في صالتها، كل وحده وستي ديالها، كاينه اللي بلديه، كاينه اللي روميه، كاينه اللي بين وبين سبور اللي تقدر تلبسها مع لي زيسبا مع اي حاجه. مهم غنختاريت لكم منهم ثلاثه ديال الجلالب، كاينين جلالب اخرين ولكن عزلت لكم اللي محببين ومفضلين. غنبان لكم اول جلابه اللي هي سبور والشكل ديالها زوين وكتعجبني، والثوب ديالها زوين، والثوب كنا خديناه ب 50 درهم واقيلا 50 درهم كنا خديناه من درسطان الى باقا عاقله، اللي هي هاد الجلابه هادي. تلبسوا معها لي سوندال، تلبسوا معها لي زيسبات، تلبسوا معها بالغين، اي حاجه بغيتوا تلبسوها معها تلبسوها معها. درتها هنايا بلي بوش، درت ليها فصاله عاديه ماشي ايفازي، شويه غتبان لكم ماشي سانتري، ماشي سانتري، ما سانتريتهاش من الجناب، درتها جات هكا نازله على العرض ديالها، شويه اللي كاين واحد شويه ديال الفرق لتحت في الجلين. درت ليها الجياب هنا، درت ليها السفيفه وكابل. من الافضل كيف ما كندير نقول لكم ديما، من الافضل الا كانت جلابه مزوقه ما ديروش السفيفه والكابلين مزرولين، مزرولين صافي تجي فيهم جوج الوان ثلاثه الوان، ديروا لون واحد باش يلاه كيبان هذاك الثوب. هنا كيف ما قلت لكم درت جوج ديال لي بوش، هنا درت ليها واحد القطعه هنايا جات شويه هنا فيها شويه ديال لي بلي كما كتشوفوا، ما بغيتش نكثرهم بزاف باش تبان شويه سبور. هذا هو الشكل ديالها، وهنا درت ليها واحد ما عرفتش على سميتها الكروشيات، هادو ثلاثه هنايا ما درت العقاد لا والو، سديتها ديريكتومون ودرت هاد الكروشيات في النوار. ديجا هاد راه كيتباعو موجودين الا بغيتوش تشريهم. ومن اللور عندكم هنا شوشه، ما ديوش عليها ما تصلحش مزيان حيت صلحتها غير هنا في الدار، شتو كيفاش كتجي، وفي اللبسه كتجي غزاله. درتو معاها الا كنتو دايرين زيف بغيتو ديروا معاها فولار في النوار في البيج في الغوج اي لون في هاد الجلابه كامله غيعطي هاد الجلابه، وغتبان زوينه بزاف بزاف، وغادي نلبسها لكم ضروري، غنلبس هاد الجلابه وغتشوفوها. كما قلت لكم الثوب ديالها راه رخيص بزاف وما خسرش، هذه غتكون عندها واقيلا شي عام باش تصايبات، عام باش تصايبات، الثوب ديالها ما خسرش نهائيا مع انه رخيص بزاف بزاف. ودابا غندوزو للجلابه الثانيه اللي هي هذه، هاد الثوب اللي هو الكريب، انا كيعجبني ولكن ما كنبغيش ندير شي جلابه في هاد الثوب، حيت لا بلوبار ديال الجلالب اللي كنصايب كنبغي نستعملهم كل نهار. هاد الكريب ما خصكش تلبسيه كل نهار حيتاش الثوب ديالو سنسيبل، دغيا كيطاشا دغيا كيتلمع، دونك ما كنبغيش ناخذ شي حاجه للكريب. هي عجبها الكريب خداتو وصايبت ليها هاد الشكل ديال جلابه جبليه بكتاف طايحين بحال ما هكا، ودرت ليها هنايا دونتيل شبكه. راكم عارفين انه طوندونس وباقي طوندونس لحد الان، عام زادو كيبينوه اكثر واكثر، كيديروه في الجلايل، كيديروه في القاب، في اي بلاصه، ميم كيديروا واحد السيل ديال في الجياب، كيبدلوا به كيديروا فيه شحال من شكل وشكل. المهم هنا درت ليها حجيرات، انتم غيبانوا ليكم جو بونس، غيبانوا في الكاميرا بحال ما هكا. درت حجيره هكا الوسط كيفاش غنقول لكم، فيها بزاف ديال اللوينات كتعطي واحد الغوفله ديال بزاف ديال اللوينات، الغوز الفير الجون، وفي جناب درت حجيرات صفيرين، ودرت هنايا واحد الشوشات هنا. وكيف ما كنقول لكم جلابه جبليه تقدروا تهبطوا بالكتاف العبار اللي بغيتوا، بغيتوها طالعه شويه، بغيتوها هابطه، بغيتوا تهبطوها مازال اللي بغيتوا. نتوما كتشوفوا الطول اللي مناسبكم ديال الكتاف طايحين بحال ما هكا كتجي، جات غزاله. وهنا درت ليها في الطوق هذا، درت لها غير نص طوق، ودرت ليها الكورميت كتسمى هذه كورميت. ها نتوما نتمنى يكون كيبان ليكم
كتجي حلوه كتجي غزاله هاد غورميت، سورتو الا درتوها لون واحد. الا درتوها لون واحد كتجي غزاله غزاله بزاف بزاف، وحتى في اللبسه راه كتجي رائعه جلابة جبليه بالثوب ديال كريب. دابا غندوزو الجلابه الثالثه. هذه انا كتعجبني بزاف، وهاد الخياطه ديجا كتعجبني بزاف بزاف. هاد كات فيل كتعجبني غزاله، كتعجي تعطي واحد المنظر خطير خطير جلابه. هي شويه كتكون ثقيله شويه، ولكن من الافضل هاد كات فيل اللي ديروها في الطول ديال الجلابه كامل، من الافضل انه يكون الثوب شويه ثقيل حتى هو، باش يلاه تعطي العين. هذا مليفه اش نقول لكم، غزال هاد الثوب ديال المليفه، هذا خطير. كانت خدرتو ب اش نقول لكم 180 درهم 200 درهم، ما فيتش هاد الحد. هذا قري، هذا خطير. درت ليها هنا، دخلت ليها معاه هنايا الغوز والعقيدات. الا كتشوفوا راه متقونين بزاف، ما تحلوش نهائيا. هادو كيتسموا فرفاره، الا بقى عاقله فرفاره غزالين. عند نفس داك السيد اللي كنتعامل معاه، ديزاني دابا جا الشكل ديالها خطير. وهنا درت ليها في الكمام بحال ما هكا، درت ليها هاد السفيفه، جات غزاله حتى هي مع الثوب، جا اللون مع اللون نيشان. كما قلت لكم، الثوب مزوق، من الافضل انكم ديروا سفيفه لون واحد. ثوب لون عادي لونوا في السفيفه وفي الكابلي، ديروا اي لون بغيتوا في السفيفه والكابلي اللي يجيكم مع داك الثوب. الثوب يوني زعما لون واحد، كيجي غزال وكيجي عاطي، وحتى ديك السفيفه كتعطي منظر زوين، واي زواقه درتوها كتجي باينه في هذاك الثوب. ها نتوما شتي كيفاش جات، راه كلها هابطه حتى لتحت. وفي الجنين درت ليها جنين مفتوح، داك الجناب يا ربي، درت ليها الجناب مفتوحين، وحتى هما فيهم هذاك الكات فيل وفيهم الحجر، زدت عليها واحد شويه ديال الحجر، وجا المنظر خطير ورائع. وتا هاد الثوب ديجا، هاد اللون ديجا ديال الكري مع الغوز كيعطيو واحد الميتيساج زوين بزاف بزاف. هنا درت ليها شوشه حتى هي مزروله، وهاد الشكل ديال هاد الجلابه بهاد الكاتفيل بهاد العقاد بهاد الستيل كامل ما كديموداش، و اون بلوس ما غتضرب لكم واحد 3 سنين 4 سنين، وغتبقى كما هي، ما غاديش تخسر مع هاد العقاد اللي في الفاره اللي هما كيشدو مزيان مع هاد الكاتفيل هذا، مع السفيفه مع كل شيء. ولا لاحظتوا ان الكابل دايره غليظ على حساب الثوب، انه غليظ. انا ملي كيكون الثوب غليظ كنبغي ندير الكابل يكون باين، شفتوا بحال هكا. هادو هما الجديدات اللي كنت صيبت لاختي. دابا كاين واحد الثوب، كاين واحد جوج ثواب بلوطو، واحد كحل وواحد مخطط. مخطط خداتو ماما، بغات ندير ليها فيه جلابه، بلات واحد شويه وغادي نجيبو لكم. والنوار هذاك النوار خديتو انا، خديتو ب 50 درهم. غنديرو نوار في نوار، ديما شهوتي في جلابه تكون نوار في نوار. ديجا خديت ليها الكابل ديالها، غنصايب ليها السفيفه ديالها حتى هي، وغادي نديرها كلها سامبل. نقدر نديرها جلابه عاديه، نقدر نديرها جلابه جبليه. جلابه ديال ماما بغاتها تكون عاديه، ما فيها حتى شي حاجه، فيها غير نستوق وعقيدات، غنديرها لها سامبل. توب ابيض ومخطط بالموف، وديالي انا كما قلت لكم في النوار، وتاختي عندها واحد توب، دونك غنصايب واحد ثلاثه ديال الجلالب، كوموند ديال ثلاثه ديال الجلالب، وغادي نوريها لكم سيغمون. غنوريكم دابا التواب ونكملوا مع بعضياتنا، بقاو معايا. هادو هما التويبات اللي قلت لكم، هادي ديال اختي وهذا ديال ماما، باش نحل لكم بواحد. هانتوما هذا هو الشكل ديالو مخطط، هانتوما تخيلوه معايا، نص طوق بالعقاد في الموف وبالسفيفه في الموف، غتجي كلها سامبل، غتجي غزاله وحلوه بزاف بزاف. هذا خداتو بواقيلا واش 500 واش 600 المتر، دونك الكوبون كامل ما طلعش حتى ب 100 درهم، شفتوا. والثوب راه ماشي صيفي، المهم هاك وهاك، راه غليظ شويه، نقولوا دومي سيزون. الثوب ديال اختي اللي واخده انا جاني شتوي 100%،
راه هو طويل بزاف، واقيلا اكثر من 2 متر ونص. ها نتوما كيفاش داير جاكار ولا ما عرفتش شنو كيقول ليه سميت هاد الثوب. مهم غزال، فيه واحد لابغيونس خفيفه، وفيه هنايا الا كيبان لكم الزرق والنوار والبيج. غادي غالبا غنخيطوا ليها يا بداك الزرق اللي كاين هنايا يا بالنوار، واحد فيهم يا الزرق يا النوار. وما كيتكملش ما كيتكملش لا هو لا هاد الثوب ديال ماما. ها نتوما شتو الثوب باش كتعرفوا واش كيتكمش ولا لا، كديروا ليه فحال هكا واحد العصيره خفيفه وكتطلقوه. شتو ما كيتكملش. غادي نبدا ليهم فيهم هاد السيمانه ان شاء الله ان شاء الله، وان فوا نفصلهم ونكملهم ونوجد لهم العماره ديالهم غادي نوريهم لكم، وغادي نوريهم لكم ثاني مني غادي يكملوا ان شاء الله. المهم غنوريكم غنوريكم الصنداله اللي خديت، وغنقول لكم المحل اللي خديتها منه. ديجا عاجبيني بزاف ديال الشكل ديال الصنادل. مشيت لدار السلطان، مشيت الحي المحمدي. المهم كاينين 150 160 170 180، المهم من 150 ل 180. الصيف قرب يسالي، علاش غادي ناخذ الصنداله ب 150 ولا 180؟ بلاش صافي خليها حتى ناخذ الثوب في هذاك اللون، ولا ديك الساعه نحيد شهوتي من داك اللون. اوغوزمون مشيت لواحد المحل كنت كنمشي ليه من شحال هادي فاش كنت خدامه في المدينه، حتى نلقى عندهم حاطين صنادل، حاطين صنادل برسك كلشي 130 درهم، كلشي كلشي ب 130 درهم. انا غنوريكم الصنداله اللي خديت عجبتني بزاف وب 130 درهم. بقاو معايا. هي هذه السميه ديال المحل ناديده، هي هذه السميه ديال المحل. راه معروفه، راه كاينه اون فاس مع واحد جوج محلات ديال الكلاص في درب عمر. قبل ما توصلوا لا فونتين، نتوما هابطين مع درب عمر قبل ما توصلوا لا فونتين، كاين على الكلاص على اليمين مالي الكلاص، اون فاس على اليسار كاين هذاك المحل. قلت لكم كاع الصنادل دايرين ليهم 130 درهم، الموكاسان دايرين ليهم 200 درهم، غزالين كتلقاوهم في بلاصه اخرى 230 220، هما دايرين ليهم 200 درهم، والصنادل دايرين ليهم 130 درهم. كاع النوع، سواء ارميز سواء اللي بالحجر سواء اللي بالبابيون، كاع الشكل اللي نتوما شفتوهم في كاع البلايص وفي كاع القيصريات غتلقاوهم تما عندهم ب 130 درهم. غنوريكم الشكل، اون فوا غتشوفوا غتعرفوا هذا الشكل ديال الصنادل. اي هو هذا، شتو هذا؟ مشيت لدار السلطان، الا مشيتو سولتو دابا غتلقاو 150 درهم 160 درهم 170 درهم 180 حتى 180 درهم، كاينين اللي كيقولوا فيهم 180 درهم. عند هذاك المحل 130 درهم. وبغيت نشارك معكم هذا المحل باش تستغلوا نتوما الفرصه. ما هي دعايه ما هي والو، غير كيف ما قلت لكم شحال هذه، اي حاجه خديتها ولقيتها اوكازيون وزوينه غنشاركها معكم باش نتوما تستغلوا الفرصه. شوفي كيفاش دايره، كتجي غزاله في اللبسه كتفنى، خاص الا درتي معاها شي فولار ولا شي لبسه حتى هي داخل فيها الغابيل ديال هذا اللون. انا عندي فولار في هذا اللون غنلبسو معاها، زوينه بزاف وحتى الخدمه ديالها متقونه. نفسها كتلقاوها في كاع البوتيكات، لا في المعارف لا في دار السلطان كما قلت لكم ولا في الحي المحمدي، ولكن ليكسيبسيون عندهم انهم 130 درهم. جميع الاشكال كاينين وجميع الالوان موجودين. صافي هذا مكان، ما غاديش نطول عليكم لهنا، غنحبس الفيديو وغادي نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وكنتمنى
كما ديما كنتمنى اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك يورك على ابوني ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد. الى عجبكم المحتوى ديالي من طبيعه الحال وعجبوكم الفيديوهات ديالي كنتسنى الدعم ديالكم، كنتسنى التعاليق ديالكم. التعاليق ديالكم كيعجبوني بزاف بزاف وكيفرحوا بزاف بزاف وكيخليك تزيد مازال تقلب على مواضيع اخرين وعلى فيديوهات اخرين ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، وبالسلام عليكم.